كل ما نقوله احنا في الجبهه الوطنيه ونرد على اولئك المشوشين بانه هذه الشركه مازالت قادره على استلام الانتاج، بان خاصها اجل ديال 6 شهور حتى 8 شهور ديال الاصلاح، وخاصها كلفه ديال 2 مليار ديال الدرهم. وتنقولوا له انه لا سمير شغلت في هذه الظروف اللي كاين اليوم ديال الارباح المهمله المرتفعه ديال تكرير البترول، لكانت حققت ربحا صافيا لن يقل على مليار ديال الدولار سنويا ديال الارباح الصافيه. يلزم من خطوات بما في ذلك الخطوات النضاليه اللي سبقنا ضمن العديد منها من مسيرات من احتجاجات الى غير ذلك. كما تشوف في هذا المقر الجميل ديال الكونفدراليه الديمقراطيه الشغل اللي طلبناه باش ننظموا فيه الندوه الصحفيه للتواصل مع الراي العام، ومن خلال هذا التواصل هذا بالضروره غادي يتم من خلالكم. هذه مناسبه نحييكم كاعلام بديل على تلبيه الدعوه في غياب الاعلام الرسمي اللي كان اديو الثمن كان اديو له من جوبنا كمغاربه، ومع وكنستدعيوه وما كيحضرش كيقطع بحال هذه الانشطه مع الاسف الشديد. اذا تحيه عاليه لكم في هذه المناسبه هذه. اليوم كما سمعتوا احنا قد دلينا بواحد التصريح صحفي قدمه الاخ الحسين اليماني رئيس ديال الجبهه، واللي راه وصل لكم كاملين في العناوين اللي عطيتو. هذا التصريح هذا اللي وقفنا فيه بالخصوص، وقفنا فيه بالخصوص على واحد المستجد كتعرفوا الساحه الوطنيه، ومع الاسف هو المصادقه على قانون جديد ديال مجلس المنافسه. مجلس المنافسه المفروض يكون عنده واحد عنده كل الضمانات وكل ما يكفي من انه يكون مستقل في اتخاذ القرار وادلاء برايه. احنا الان في المغرب امام واحد المفارقه عجيبه. القانون ديال المنافسه تم تعديله، ونقدر نقول لكم تم تطويعه، تطويع القانون بالاعاده النظر فيه باش يوليو عمليا الاعضاء في مجلس المنافسه 80% كيعينهم رئيس الحكومه. رئيس الحكومه اللي احنا في هذه النازله وفي هذه الواقعه ديال 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 الغلاء ديال الاسعار بخصوص ديال المحروقات، هو كبير المستوردين والموزعين ديال المحروقات في البلاد. رئيس الحكومه هو اللي كيعين الناس اللي غدا غادي يعطيو رايهم فيما يتعلق بهذه الوضعيه هذه ديال الاسعار الفاحشه، الاسعار والارباح الفاحشه اللي في العديد من الدول ديال العالم. دخل هذا اخر ما ربما راكم متابعين، بايدن كيدخل تيقول لهاد الشركات ديال المحروقات باش لانهم ربحوا بزاف باش يعطيو جزء من الارباح ديالهم يساهموا بها مع البلاد، وكيطلب منهم باش يخفضوا من الاسعار ديالهم. حنا ما كاينش اللي كيطلب تخفيض الاسعار، بل المؤسسه ديال الحكمه اللي هي مجلس المنافسه، هي مؤسسه دستوريه باش تعطي رايها. اغلبيه الاعضاء ديالها هما معينهم رئيس الحكومه في هذا القانون الجديد. اذا وهذه في حق هذه من هذه فضيحه اللي كنعيشوها عمليا في البلاد. مع ذلك لا حياه لم تنادي. حنا تنعتبروا بانه شركه سامير خصها ترجع، ستساهم بشكل كبير في تعزيز الامن الطاقي والرفع من الاحتياطات الوطنيه. راه خرجنا واحد البلاغ كنقولوا بانه قادره ترفع الاحتياطات على الاقل بواحد 66 يوم، وكذلك ستساهم في تنزيل ديال الاسعار ديال المحروقات، لانه اليوم التكرير ديال البترول يعيش العصر الذهبي اللي فيه الارباح اليوم جد جد عاليه، لانه كاين خصص كبير فيما يتعلق بالمواد الصافيه. اذا ولذلك احنا كنعتبروا بانه لسامير اليوم واقفه، لان الاصل ديال التوقف هو القرار السياسي ديال الدوله ديال الخصصه ديالها. اذا اليوم كاينه مسؤوليه على الدوله ديال المساهمه في الانقاذ ديال هذه الشركه، والطرح اللي طرحينه هو المقاصه الاقتناء عبر المقاصه ديال الديون، لانه اليوم المديونين المتراكبه على الشركه ديال لسامير واللي العلم ديالكم اللي مأكده لحدود الساعه تساوي واحد 95 مليار ديال درهم، فيها 81.82% ديال المال العام. بمعنى لسامير خصنا نبيعوها باش اننا نرجعوا الفلوسها، وهذه الفلوس اللي غنرجعوها نرجعوها للدائنين، والدائن الكبير اللي غنرجعوا ليه هي الدوله ب 81. بمعنى اليوم الا كانت الشركه ديال لسامير كتباع ب 21 مليار، 80% فيها هي 16 مليار، بقات 4 مليار. بمعنى الدوله الا تقدمت بالطلب ديال الاقتناء ديال الشركه ديال لسامير من المحكمه التجاريه ديال الدار البيضاء، وجابت 4 ديال المليار اللي بقات على 21 مليار، يمكن ان تقتني شركه سامير وفق القانون التجاري المغربي. هذا هو المدخل اللي تنعتبروه اليوم قادر على اساس ينقذ هذه المؤسسه ويجيب هذه المكاسب اللي المغرب ما احوج له اليها اليوم في هذه المؤسسه الوطنيه العتيده. المستفيد من توقيف الشركه ديال لسامير هو الناس المستفيدون من الوضعيه ديال القطاع، لانه الشركه ديال لسامير كانت لاعب اساسي في توفير شروط ديال التنافس داخل السوق ديال النفط المغربي. والتحييد ديالها او التعطيل ديالها كان يعني يفيد الاطراف اليوم المسيطره على السوق، واللي هي ثلاثه ديال الشركات المسطره الاولى اللي هي افريقيا وتوتال وشيل اللي كتستحوذ على 54%، والا زدنا عليهم وينكسو وزدنا عليهم بتروم كنوليو 70%.
بمعنى احنا كل مستويات او العتبه ديال التركيز في السوق احنا كاينه، بمعنى باش تكون عندنا منافسه في السوق المغربيه خاص يكون عندنا التكرير المحلي اللي كينافس الاستيرادات الخارجيه. خارج هذا الشيء غادي يبقى هذا اللعب ديال التحكم في السوق، وغادي تبقى هذه القضيه ديال التحكم في الاسعار، وغادي يبقى التهديد ديال المغرب في ضمان الامدادات والتزود ديالو. جوج ديال الملفات ما خصهمش يمروا مرور الكرام، خصنا ننبهوا الراي العام، وخاص وسائل الاعلام تلعب الدور ديالها.